يا جماعة نوعية هؤلاء اللاعبين نادرين نادرين أصبحت في العالم. نوعية هؤلاء اللاعبين اللي يقدمون الإمتاع على حساب كل شيء، اللي هدفه بأن ينزل إلى أرضية الملعب لكي يتمتع بكرة القدم ويمتع كل من يشاهده. عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر الماليين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ أخفض الصوت، لا تخفض الملعبين، لا تكلم العرب أكثر مما يتحملون. دعهم يفسرون، دعهم يحللون، دعهم يعلقون، دعهم يتكلمون. هذا ليس اللاعبية، هذا ليس من بلوتينس، هذا لاعبية بتاع بلاي ستيشن، يبدعان في الواقع ويكتبان عالم من الأحلام. سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. مصطفي يا ولد، مصطفي يا مارادونا، اشهد دعوة يا بيليه، اكتب دعوة يا مارادونا، تحدث عنه يا كرون، اجبره على اعتراف يا بلاتيني، كل حقيقة يا زيزو، انا بتصور افضل، انا بتصور اروع، انا بتصور ابرع. يروح رئيس ويجي رئيس في الكامب نو، ميسي هو الرئيس. يا جماعة الخير، هذا اللاعب الوحيد اللي تشتاق لحضوره في عزك. ايوه تكلم يا انيستا، هو اللاعب الوحيد اللي تشتاق لحضوره في عزك، في عزك وحدك. شوف شوف، يجعل من الصعب سهلا. انيستا كل شيء، الحظ كله حبيب. مالانيستا، أنت ليس موهوب، أنت قمة الموهوبين. هذا بربكم لا يستاهل بلندور، امنحوه، امنحوه الكرة الذهبية، حتى الكرة الذهبية تشريفية رسمية، رسمية يتحكم فيها الماركتينج والسبونسر والشركات الكبيرة. مظلوم أنت يا انيستا. يا جماعة نوعية هؤلاء اللاعبين نادرين نادرين أصبحت في العالم. نوعية هؤلاء اللاعبين اللي يقدمون الإمتاع على حساب كل شيء، اللي هدفه بأن ينزل إلى أرضية الملعب لكي يتمتع بكرة القدم ويمتع كل من يشاهده. عصر الفلاسفة والمبدعين، عصر الماليين، عصر الفنانين. ماذا سأقول؟ أخفض الصوت، لا تخفض الملعبين، لا تكلم العرب.